شمروخ تعال. امرك يا باشا. شايف الراجل اللي قاعد هناك ده ابو دقن؟ ازيك يا ابو نسب؟ اخويا رحيم، انت خرجت امتى؟ يعني ما انتش عارف؟ انا اعرف منين اخويا؟ اعرف منين؟ انتوا ايه اللي عملتوه ده؟ عملتوا ايه يا زباله الرجاله؟ انتوا كنتوا ماسكين رحيم ليه؟ مش عارفين مين ده؟ كاركات ده صاحب المكان وقمر الزمان. الله ليك شوق يا رحيم. لا يا رسول الله، احنا لازم نذبح النهارده. ما تقلقش، من ناحية هنذبح فاحنا هنذبح. ده انا فاكر المشروع ده بيتعمل مع واحد سكران ولا حد معرفوش. مجاش في خيالي ابدا انك انت. معلش يا رحيم، مسحها في دقني. العيادة جديدة وما تعرفكش. لو ما احنا تعرفنا تحت. انت هتقول لي على قديمه. يلا برا، يلا يا اخويا، وانا حساب معاكم عسير. والله ليك وحشة، وحشة كبيرة يا رحيم. بتعمل ايه يا رحيم؟ لا بس بقفل الباب عشان نتكلم مع بعض على راحتنا. اقسم لك بالله، والله يا رحيم انا ما في مره صليت العشاء الا ما دعيت لك ان ربنا يفك دقتك. صليت العشاء؟ انت بقيت بتصلي دلوقتي يا عرب؟ هنعمل ايه بقى، كبرنا وبخطف العشاء كده قبل ما اروح المركب. نورت مكانك ومطرحك يا غالي. اتفضل يا عم رحيم، اتفضل يا باشا. لا ما تاخذنيش، بس الواحد انا حسب ما اتعود اخويا، انا مرزوق هنا ليل نهار. لكن خلاص رجعت مكانك ومطرحك. اتفضل يا اخويا، اتفضل يا رحيم، اتفضل يا باشا.
في السجن. اهو ده بقى اللي كان قلقني. ما تسمعش من حد غير رحيم، انت ما تعرفش ايه اللي حصل. خلي بالك اخويا، في ناس كتير قوي عايزين يضربوا مفك ما بيني وما بينك. وانت قلقان ليه؟ ده انا وصلني كل خير. لا رحيم، انت ما تعرفش اللي حصل رحيم. اخوك بهدلني يا اخويا، بهدلني قوي. حتى اسال اختك. هروح بعيد ليه؟ يلا على البيت تشوف اختك وتشوف العيال وتحكي لك بنفسها. يلا قوم يا عم، يلا قوم. ياه، للدرجه دي مش طايق تشوفني قاعد على كرسيه؟ ايه اللي بتقوله يا رحيم؟ ايه يا عم الكلام ده؟ انا بقول لك اختك مشتاقه لك. انت مش عارف رحاب حصل لها ايه من ساعه ما مشيت. والله دمعتها على خدها لغايه دلوقتي. طب قسما بالله دلعت عجل الاسبوع اللي فات على روحك، قصدي على حسك. على حسك يا غالي يا ابن الغاليين. ياه، ولا لك شو يا رحيم. اللي بالحق، الخزنة دي فيها ايه؟ الخزنة دي فيها فيه. يا رحيم بضحك معاك يا جدع، وحشني الضحك معاك من زمان. بصراحة كده الخزنة دي ما فيهاش حاجة، انت خدت كل اللي فيها، دي عالجنط. بقولك يا ابو السيد، اوامر. لغاية ما تصفي حساب السبع سنين اللي فاتوا كنت عايز منك قرشين كده. كام؟ انت تؤمر. 2 مليون. كام؟ لا لا لا، انا معيش فلوس دي. الفكه والفته كلها في السوق. لا بس بسيطه بسيطه، انت تؤمر اللي انت عايزه. المال مالك اخويا، بس يعني سيبني 8 9 10 ايام كده، 5 4 3 ايام. تمام. ده انت ليك شو يا رحيم، نورت بيتك ومطرحك اخويا. ما كنتش مصدق انك انت هتجيبني بنفسك لحد هنا. ليه بتقول كده كبير؟ ده حتى القصر قصرك رحيم. لما انت عارف كده خرجت اهلي منه ليه؟ انا قلت لك رحيم، انت في حاجات كتير ما تعرفهاش. يرضيك يعني؟ يرضيك اخوك يمد ايده عليا قدام عيالي ومراتي؟ يرضيك رحيم؟ طب وليه خليت رحاب تنقل القصر باسمك؟ هي اغتربت اخويا، حتى سالها. احنا خوفنا يعني بعد ما اتقبض عليك يحجزوا على ممتلكات عيلتك كمان. بتشوف امينه؟ امينه؟ انا امينه ما شفتهاش ليا سنين. من ساعه ما اتجوزت اخويا ما اعرفش عنها اي حاجه. نورت رحيم. اتفضل يا كبير، مكانك ومطرحك. ارحاب. ايوه يا سيد، في ايه؟ تعالي شوفي مين عندنا النهارده. مين يا اخوي؟ رحيم، وحشتني وحشتني قوي يا اخويا، وحشتني. ازيك يا رحاب؟ منور يا اخويا، منور يا رحيم. ايه هو انتوا نسيتوا خالكوا ولا ايه؟ كنت خايف ما اشوفكش تاني. فاكر الحضن بتاع زمان ولا نسيته؟
ودي بقى رؤية آخر العنقود، مشفتهاش أنت لما اتولدت كنت في ال قول ما تتكسفش. لما كنت في السجن أنت مش حاكي لهم ولا إيه؟ ده سيد يعرف كتير قوي عنه، مش كده ولا إيه يا عرب؟ طب يلا على أوضكم بقى يا بنات عشان أنتوا عندكم مدارس بكرة، يلا يلا على أوضكم بسرعة يلا يلا زيادة اتكل على الله. هقعد مع خاله شوية وبعد كده هطلع. يا عم اطلع، عايزين نتكلم مع خالك في كلمتين مهمين. ماشي بس عشان ما نتخانقش. هو انت بتقفش كتير انت وسيد ولا يا زياد؟ لا يا خالو ابدا، ما تشغلش بالك، لينا قاعده مع بعض. الحمد لله على السلامه يا رحيم، الحمد لله على السلامه يا اخويا. الدنيا كانت وحشه قوي من غيرك والله. الدنيا تظبط معايا كده وهبقى اخد منك زياد. كلام ايه ده اللي انت بتقوله؟ زياد عمره ما هيفارقني، ده ابني، وبعدين ده مش كلام انا لوحدي. انا عمري ما فكرت انه ابن اختك عزة، ويعلم الله انا بحبه قد ايه يا رحيم. انا بقولها لك تاني يا رحيم اهو، محدش هياخد مني الواد، زياد ده ابني انا مش ابن اختي. الله يرحمه. صلوا على النبي يا جماعه، قوم يا رحاب احضري العشاء. الصلاه والسلام. تحب تاكل ايه يا حبيبي؟ لا ما انا اكلت قبل ما رجاله جوزك يهجموا عليا. يا لهوي، رجاله ايه دول اللي هجموا عليه؟ لا ده سوء تفاهم وخلص في الطلاق طلاقته. بس رحيم غايب يعني، وفي حاجة كتير قوي ما اعرفهاش. انا وصلني كل حاجة. يبقى هشام وحلم هما اللي حكولك. لا ما اسمعش من حتة واحدة رحيم، لازم تسمع مني انا كمان ولا يا رحاب؟ السيد عنده حق، في حاجات كتير قوي انت ما تعرفهاش يا رحيم. اه هشام زعل سيد جامد، عمل حاجات ما ينفعش ابدا تتعمل، ولولا يعني ان سيد عامل لك خاطر ما كانش سكت ابدا. يرضيك يعني هشام يضرب سيد قدام عياله؟ يرضيك يرضيك؟ ما بلاش السير الهبات ده يا رحاب. رحيم خلاص بقى في وسطينا. هو انت اخر مره شفت فيها اخوك هشام كان امتى؟ من ساعه الخناقه يعني، من مده كبيره كده، تقريبا اكتر من سنه مثلا. طب اخوك متخانق مع جوزك ما تسأليش عليه؟ طب بلاش، هو ابوك ذنبه ايه؟ ما انا بقول لك يا رحيم في حاجات كتيره قوي انت ما تعرفهاش والله. وبعدين ابوك خد صف هشام، هو اللي سابني ومشي بمزاجه. اه والله هشام اخوكي مخطوف، محدش يعرف عنه حاجه بقاله فتره. يا لهوي، ومين اللي خطفه؟ ما انا جايلك علشان اعرف منك اي حاجه تساعدني الاقيه. انا معرفش عنه اي حاجه، بس احنا ممكن نوصل له عن طريق مراته. مراته؟ وهشام اتجوز؟ مش مراته قوي يعني، انت عارف عمايل اخوك جات للمركب وطلبت فلوس واديتها اللي فيه الاسم، ومن ساعتها وش الضيف ما شفتش خلقتها. طب وما تعرفوش الاقيها فين دي؟ انا معايا نمرتها يا اخويا. وجبتيها منين؟ هشام كلمني من نمرتها مره فسجلتها احتياطي. اه هقوم اجيبها لك. والله ليك شوق يا رحيم. دي كانت هتبقى أغبى حركة ممكن تعملها في حياتك، تقتله على المركب بتاعتك. سامي قال له هطلعك منها. وهو في حد يصدق سامي برضو؟ ده مش بعيد يكون كان عايز يلبسك مصيبة عشان يخلص منك انت ورحيم في وقت واحد. تخيل، انت معاكي حق. لا بس انا عايز اقريك على حاجة أمينة، انا مش هقع لوحدي. رحيم لو خلص عليا هيفضلكم، وانتي اللي هتكوني بعدي. وهو انا قاعده معاك دلوقتي ليه؟ عايز تخلص من رحيم؟ ماشي، بس من غير ما تلط نفسك، ورحيم حبايبه كتير قوي. يعني ايه؟ نزق عليه حد؟ بالظبط كده، بس طبعا لازم نسخنه الاول. عندك حد؟ عيب عليك. انت على طول بهراني كده يا امينه.